سوف تنجح. نعم، أنت ستنجح وستحقق غايتك وستبلغ حلمك. أتظن أنك فشلت؟ لا أبدا، إنما هي لحظات ضعف جميعنا يمر بها، لكن الأصل هو أنك محارب، مقاتل، متحدي. لا ترضى إلا بالقمة وستبلغ القمة. قاوم فقط وقاتل فقط من أجل حلمك، ودعهم يظنوا أنك سقطت. بالمناسبة هذا أفضل كي تكون صدمتهم صاعقة.